السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر هاني الجليدي. هنتكلم النهاردة عن حاجة اسمها Upgrade Domain Controller. تمام، هنعمل ايه الأبجريد ده دومين؟ انا دلوقتي انا عندي ويندوز سيرفر 2008، ويندوز سيرفر 2008 عاوز اعمل له ابجريد واخليه ويندوز سيرفر 2012. طب ايه المطلوب اللي انا المفروض اعمله؟ قال لك انت المفروض عشان تشتغل يبقى لازم يكون عندك ويندوز سيرفر. ماشي، ده لازم عندي ويندوز سيرفر عليه، ويندوز سيرفر 2008 عليه الاكتيف دايركتي، تمام، وعليه اللي هي سيرفيس. ماشي خلاص، مفيش مشكلة. ايه تاني؟ قال لك السورس بتاع الـ مش بتاع السورس بتاع السورس الخاص بالويندوز سيرفر 2012، الملف الايزو بيبقى مضغوط، عاوزك بس تعمل له اكستراكت. قلت له ماشي، سهلة برضو وبسيطة. قال لك وبعد كده هنعمل بعض أوامر في الويندوز سيرفر 2008. قال لي، قلت له ماشي، تعال كده نروح نشوف ويندوز سيرفر 2008. طبعا هو هنا هنخش عليه، بس هو عاوز يوزر، اليوزر ده اصلا اتمسح وانا بكتب ال اي دي باك سلاش ادمنستريتور. تمام، وهكتب الباسورد بتاعت اليوزر الادمنستريتور، وانهم داخلين ويلكم. نبدأ نخش على ويندوز سيرفر 2008. يبقى لازم يبقى عندي ويندوز سيرفر 2008 وتحط عليه الاكتيف دايركتي. ما هو لو انت مش هتحط على، طب واحد يقول لي طب ما انا لو عندي ويندوز سيرفر عادي بس ما حطيتش عليه الاكتيف دايركتي، ايه يا عم فرمته وحط بقى ويندوز سيرفر من اول جديد. لكن انا بتكلم على ويندوز سيرفر، واحد شغال على ويندوز سيرفر 2008 وعاوز يعمل ابجريد ويحدث، هيقعد بقى كل شويه هيقعد يفرمط، والبوليسز اللي هو عاملها، اللي هو البوليسز اللي هو حاطط لليوزر ده يعمل ايه واليوزر ده يعمل ايه، وده كل ده هيتمسح ويتعمل من اول وجديد. لا طبعا، لا طبعا. فقال لك هنعمل ايه؟ فقال لك هنعمل هنا عمليه اسمها ابجريد، يعني هتاخد هتحفظ كل حاجه زي ما هي على الجهاز، وهياخد هو هنا في هولدز هو هيحتفظ بيها، يعمل لها هولد باللي هي هولد بتاعت خاصه بالسكيما بارتيشن او سكيما ماستر اللي هي فيها البروبرتيز بتاعت كل يوزر. تمام، وهيحفظ بحاجه اسمها الانفراستراكشر. تمام، كل ده هو هيعمل له هولد، تمام، يحفظه عشان اما اجي انزل ويندوز سيرفر 2012 ابدا اشتغل عليه ويبقى عادي ومفيش ادنى مشكله. طيب الرولز دي، طيب ايه المطلوب اللي انا هعمله في الويندوز السيرفر 2008؟ قال لك هنفتح الكوماند، هنعمل ايه؟ ستارت ورن اهو، وسي ام دي، اكتب هنا ون وهنكتب سي ام دي. تاكد ان انت داخل ادمنستريتور، تاكد ان انت داخل ادمنستريتور. خلاص هنبدأ نكتب الأوامر. نرجع للباوربوينت تاني، هنستخدم الأمر ده اد أو اد بريب مسافة باك سلاش فورست بريب. هو اد بريب ده بيعمل ايه؟ اس كوماند لاين تولز ذا اكستند ذا اكتيف دايركتي سكيما اند ابديت بريميشن از نيسيسري تو بريبير a forest and domain for the domain controller. الاد بريب ده مفيد عشان يبدا يظبط اللي هو الدومين كنترولر، تمام، ويظبط الفورس، يعني يبدا يظبط الدومين كنترولر ده في الفورس اللي موجوده، ده اللي هو عاوزه يقوله لك. تمام، طيب الامر ده اد بريب، ماشي، احنا بنفصل حته حته. امال ايه فورست بريب؟ فورست بريب يو ماست ران ذا كوماند كنترول ذات هولد يحفظ ذا سكيما اوبريشن ماستر رول. طبعا لو انت اللي هو الناس اللي درست الاوبريشن ماستر، تمام، والناس اللي بعد كده هتفهم يعني ايه
اوبريشن ماستر. لا انا كده يعني عاوز اقول لك لازم تكون فاهم الاوبريشن ماستر قبل ما تعمل ابجريد، تمام؟ عشان تبقى فاهم الرولز دي ايه هي. فبيقول لك also known as flexible single master operation or FSMO، تمام؟ for the forest. قال لك الاوبريشن السكيما دي، السكيما دي عباره عن ايه؟ قال لك تعالى كده نروح على ويندوز سيرفر 2008 start administrative tools active directory user on the computer. هنشوف دلوقتي الويندوز سيرفر 2008. طبعا انا عن نفسي ما بشتغلش على ويندوز سيرفر 2008، انا دلوقتي بشتغل على ويندوز سيرفر 2012، الكورس كله 2012، تمام؟ ف2008 ده كل سنه وانتم طيبين، تمام. فانا هنخش هنا في عندي الاكتيف دايركتوري يوزر اند كمبيوتر، دي بيبقى فيها اليوزر والكمبيوتر، مجموعه اليوزر او مجموعه اليوزر اللي انت انشاتها واللي هي منشوءه لها او تم انشائها بمعرفه الويندوز سيرفر، تمام. فانا هضغط هنا فعندي يوزر الادمنستريتور، تمام. فيوزر الادمنستريتور لو انا عملت رايت كليك عليه، ده اللي انا بخش بيه، واعمل بروبرتيز، هنا ظهر لي مجموعه تابات، والتاب دي فيها خصائص بتاعه اليوزر. الخصائص اللي دي المربع ده دي اسمه سكيما ماستر، تمام. ده بيبقى فيها بقى الاعداد بتاعه اليوزر نفسه. قال لك ماشي ماشي. طيب اللي هيكتب الامر ده في الكوماند في ويندوز سيرفر اي شخص اي يوزر؟ قال لك لا استناني، عشان يو ماست بي ممبر اوف ذا فولوينج جروب تو ران ذا كوماند. يعني ايه؟ يعني لازم تكون انتربرايز ادمن جروب جروب، تمام، سكيما ادمن جروب، دومين ادمن جروب، تمام، اوف ذا دومين ذات هوست ذا سكيما ماستر. قال لك عشان تقدر تعمل الامر ده وتنفذه لازم تكون واحد من الجروبات دي، تكون منبر في واحد من دول عشان تقدر تنفذ. طب انا مش في منبر واحد من دول، اسف، مش هتقدر تنفذ الامر ده، يعني مش هتعرف تعمل ابجريد. يعني لو واحد يوزر عادي مش هيعرف يعمل ابجريد. اما الادمنستريتور، تعالى خلينا نرجع تاني، احنا فتحنا اهي البروبرتيز بتاعته، تمام. تعالى هنا نشوف المنبر سيشن منبر اوف اهي، هو هنا عندي منبر اوف ادمنستريتور، هو هنا دومين ادمن، انتربرايز ادمن، سكيما ادمن، يبقى هو ضمن من ضمن الايه المجموعات دي، تمام تمام تمام. يبقى لازم تكون انت في الجروب ده عشان تقدر تعمل الابجريد. قال لي ماشي خلاص، يبقى ده الامر الاولاني اللي هتكتبه. نفذ بقى خطوه خطوه. قال لك لما تيجي تنفذ الامر هيبقى شكله وخير المنظر ده، تمام. طيب اللي هو اد بريب ده موجود فين؟ الاد بريب عشان قبل ما تنفذه، قال لك انت بعد ما حضرتك تنزل ويندوز سيرفر وتعمل له الاكتيف دايركتوري والكلام ده كله، تمام، هتعمل كوبي للفولدر بتاع السورس ويندوز، مش بتاع الخاص بويندوز سيرفر 2012. تعالى احنا نفتح هنا عندي الاف، فعندي هنا نيو فولدر 3، ادي نيو فولدر 3 ده هسميه وين، او هنسميه سيرفر 2012. سيرفر 2012 هذا هو ده الملف، هو كان اصلا ملف ايزو اهو قدامكم، اهو ده ملف الايزو اهو قدامنا، تمام. الملف الايزو ده عملت له اكستراكت، رايت كليك وعملت له اكستراكت، ما ينفعش اشتغل على الملف هو ايزو. وبعد كده عملته يعني انشات فولدر، هو على طول انشات فولدر وحطيته جوه الملفات بتاعته. انا هعمل رايت كليك واقول له كوبي، واروح على ويندوز سيرفر واعمل هنا رايت كليك ونقول له بيست. كده هيبدا ينقل الفولدر ده كله ويحطه فين؟ داخل الويندوز سيرفر.
طب احنا هنحتاجه ليه؟ انا هعمل بيه ايه؟ ما انا لسه قايل لك من اول الكورس انا محتاج، من اول الكورس قلت لك ايه؟ انا محتاج السورس بتاع ويندوز سيرفر 2012، امال هعمل ابجريد على اساس مين؟ ما انا عشان اعمل ابجريد يبقى لازم معايا سورس 2012، امال هعمل ابجريد بقى سورس 2012 هو مش عندي اصلا؟ ازاي؟ قال لك طب ما انت برضه عشان تكتب الاوامر دي، الامر ده اد بريب تمام؟ باك سلاش فورست بريب ده لازم هتشاور عليه من داخل السورس الخاص بويندوز سيرفر 2012، وده لسه هنشوفه دلوقتي حالا، بس بعد ما يعمل عملية ايه؟ كوبي. طيب النسخة هنا تعال نشوف الصورة دي جبتها من على النت، مكتوب سي يوزر وادمنستور، مكتوب هنا دي وسبورت، وهنا اد بريب، وبعد كده اد بريب دوت اكس اي اد فورست. قال لك انت هتخش على ال، طبعا الدي ده لو هو انت حاطط الملف بتاعك على دي، لكن انا بالنسبه لي هحطه على السي، وهنعمل دلوقتي طيب وهنخش نشتغل عليه عادي ونشوفه تمام. ده هو حاطه هنا على دي فبيشاور عليه، انا كده هشاور عليه تمام، هشاور على السورس نفسه في مكانه. قال لي ماشي تعال بقى ايه نروح لنشوف. طبعا انا اصل انا بنسخ ملف ال يعني بنسخ ملف يعني حوالي 3 جيجا. تعال كده انه ما قبل ما ننسخ نتكلم، لما اخش على ويندوز سيرفر بعد كده هخش على حاجه اسمها سبورت اد بيب، في اد بيب اكسي. انت بقى ما بتكتب الامر كوماند بتشاور على الملف ده، يبقى كل ده اللي دي كلها عشان نشاور على الملف ده بتاع ويندوز سيرفر، السورس بتاع ايه؟ ويندوز سيرفر 2012. بس بعد ما ينتهي عملية الكوبي دي هناخد مني وقت حوالي 10 دقايق لأنه لسه هينسخها تاني، فاحنا هنوقف الفيديو ثواني ونرجع تاني. يفضل. طبعا هو دلوقتي بينسخ، هو كان الأول ايه؟ بيبعت للفي ام وير، بعد كده الفي ام وير يبعت للايه؟ للمكنه او السيستم نفسه، فهو بيعمل ايه؟ كوبي اهو دلوقتي حالا كده بقى بيعمل كوبي على الديسك توب. هو بس ايه ياخد وقت عشان هي حوالي كام؟ تلاتة جيجا، يعني نقول حوالي 3.5 جيجا يعني، فما بعد ما يتنقلوا بياخد وقت بس، ان شاء الله يخلص بسرعة اهو خلاص تمام. هعمل برضو رايت كليك كده واقول له خط، وافتح ماي كمبيوتر، وافتح هنا ماي كمبيوتر اهي، وافتح السي واقول له رايت كليك بيست. خلاص انا كده ايه ويندوز سيرفر 2012 تمام. تعال نشوف بقى الكومنت، هعمل سي دي نقطتين، في سي دي تاني نقطتين طبعا زي ما انت عاوز. انا بقى هقول له ايه؟ انا طبعا عارف هو على السي، ممكن اقول له ضيع واعرف يعني اعرف ايه المحتويات. طبعا هو عندي هنا ويندوز سيرفر او سيرفر 2012، طول ما ظهر كده عندي ومكتوب هنا لو انت ملاحظ هنا في ضيع، ثم في ضيق يبقى ده يعني ايه؟ مش ملف، ده فولدر جواه حاجه تمام. فاحنا هنكتب ايه؟ سي دي عشان اخش جوه فولدر مسافه، واكتب سيرفر 2000 ماشي، ما فيش مسافه، سيرفر 2012 مش عارف 2012 هو دخل كده خلاص. هنخش عليه تاني هنكتب سي دي سبورت، كده دخلت جوه سي دي سبورت. بعد ما اخش سي دي سبورت اكتب هنا ضيع، طلع لي هنا في هنا اد بريب اهو، انا عاوز ده، خش على الفولدر ده فاكتب سي دي مسافة اي دي بريب. خلاص انا دخلت كده جوه الفولدر اللي هو اسمه بريب اللي هو هون ده،
اللي هو لو انا فتحت اهو السيرفر، انا بقول بقى عملي، في هنا فولدر اسمه سبورت، في فولدر، في فولدر اسمه اد، دخلت عليه، في هنا اد اهي، تمام. قال لي كده تمام، نبدأ نكتب بقى ايه الامر. ايه هو بقى الامر؟ قال لك تعالى كده نرجع تاني ونكتب اد ريب بوست اهو، اعمل رايت كليك واقول له كوبي او كوبي، واعمل رايت كليك هنا اديت بيست، هو هي ايه نسخ. انا اعمل ايه، انا اطلع فوق شويه عشان ايه ما نلخبطش. فانا بقول له اد ريب واللي ايه الفوست عشان يعمل هولد لكل ايه لكل السكيما ماستر، تمام، اللي هي بروبرتيز بتاعت كل يوزر. ادوس انا انتر. هو هيبدا دلوقتي، قال لك عشان تستمر هنرجع لحدوث سي وانتر. هو هيبدا اهو كونت سكيما فيرجن 47 وابجريد سكيما تو فيرجن 56. طبعا وانت بتعمل ابجريد ممكن يكون بينشئ هو او يو، ممكن، او ممكن يكون بينشئ يوزر، او ممكن يكون بينشئ اوبجكت على حسب هو الويندوز سيرفر ليه نظام غير 2008. ده بيحتاج حاجات ده مش موجوده فيه، يعني في 2008 في حاجات مش موجوده في 2012. هو بقى بيعمل الكلام ده كله، تمام. طبعا جهاز كوماند شخص يعني الامر اتنفذ، هو ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه. فعشان كنت اشرحه فانا بقول لك دوس سي وبعد كده دوس انتر وهتلاقي هيظهر لك الشاشه دي، تمام. بعد كده طبعا هو لسه يعمل كده نقط كده عشان يبدا يحمل، ماشي ايه ماشي خطوه خطوه واشرح لك بالباور. تمام، يبقى هنا successful update the first wide information. قال لك في امر تاني next you need to add prep domain prep. قال لك domain prep ده خاص بايه؟ حاجه اسمها infrastructure operation master. infrastructure operation master تعالى هنا تعالى شويه، هو المفروض هي مشروعها في ال في ال بالنسبة لل بسمح رحيم بالنسبة لل operation master كل ده مشروح فيه، تمام. قال لك ال operation master ده عشان تكتب الأمر ده domain web you must be member of domain admin group to run the command. يبقى لازم تكون ايه ضمن الجروب اللي هو domain admin. ايه ال infrastructure ده؟ The role is responsible for maintaining inter-domain object reference, such as when you group in one domain contains member from another domain. يعني بفرض حضرتك انت في دومين، تمام، وعندك جروب ليكن اسمه هاني، والجروب ده موجود في جروب تاني في دومين تاني اسمه احمد، مين اللي عنده المعلومات الكلام ده؟ هنا الانفراستراكشر، تمام. يبقى كده يبقى مفهومه شويه. لا لا مش فاضيلك، تعالى كده نعمل سلايد كده يعني نبقى واضحه شويه، ونقول له هنا انسيرت بيكتشر، ونقول له هنا وادي هنا ده دي سي ده سيرفر، وهننشئ واحد تاني كمان بالمرة دي سي، تمام. دومين كنترول دي سي يعني دومين كنترول. فاحنا هنعمل هنا ايه انسيرت تكست بوكس وهنكتب هنا دي سي 1، تمام. هنعمل كده كوبي وهنعمل هنا ايه
دي سي 2. خلاص كده واضح. فرضت بقى اللي انا عندي روب في اللي هو الصفه الاولانيه، جوب ده هليكن هنا اسمه ايه، ضيف هنا تكست، هنا نبقى هنا هاني جوب، وهاني جوب ده ممبر في جوب تاني في اللي هو في الدومين التاني، في دومين هنا ايه وليكن هنا الدومين اسمه الجروب هنا اسمه العليدي، يبقى هاني هاني ده جروب، هو اصلا منبر في جروب تاني اسمه العليدي، بس ده العليدي ده موجود في دومين تاني. تمام، مين اللي عنده معلومات عن كل ده؟ قال لك الانفراستراكشر، هي بتجمع كل المعلومات دي يعني. عشان كده من دي رولز مهمة جدا. تمام، هو ده الكلام اللي هنا منه. فور اكزامبل وين يو لوك ذا ات سكيورتي تاب اوف ذا اوبجكت ذا فايل فولدر برينتر الاوبجكت نفسه، ذا سيستم لوك اب ذا اس اي دي. طبعا الاس اي دي دي لسه انتوا هتاخدوها فيما بعد، حاجة بتدي ال SID ثواني يا جبال. في عندنا حاجة اسمها rules اسمها read او write master. write master هنا write master دي هي اللي بتدي ال SID، ده زي unique identify، زي ايه رقم كده معرف بالنسبه للاوبجكت ما ينفعش يتكرر. تمام، فبالنسبه بقى للانفراستراكشر هو بيبص للاس اي دي. تمام خلاص، دي بس انا مش عاوز اخد فيها قوي لان دي مشروعها في الاوبريشن ماستر. المهم تعالى بقى نطبق بقى الامر ده. هنعمل اهو كوبي وهنفتح هنا وهنعمل ايديت بيست وندوس انتر، اد بيب سكسسفول اد مش عارف كده يعني. هو خلاص نجح، هو عمل كده حاجتين، حافظ على الايه الانفراستراكشر ماستر والسكيما ماستر. ايه اللي بعد كده مطلوب مني؟ قال لك انت كده خلاص احنا هنفتح كده السي. تمام، ونفتح هنا سيرفر 2012 ونبدأ نسطب بقى ونقول هنا انستول. انا حطيته عندي مش حطه كمان عيادة، انا لسه هعمل انستول. فبعمل هنا انستول، طبعا لو انت اصلا ويندوز السيرفر بتاعك يعني اول مرة يعني ايه، لو بالنسبة لك ويندوز السيرفر ده انت حاطه لسه جديد وما عملتش اي في اي حاجة، لا يبقى خلاص، يبقى كل سنه وانت طيب وريح دماغك وحط ويندوز 2019 في الوقت الحالي، احنا في 2019. تمام، في ويندوز سيرفر 2019 جو اونلاين. طبعا لو انت بتذاكر 2016 2012 هو لازم هتعمل نفس الاوامر دي. تمام، ده عشان بقى تبدا تحدث من 2012، يعني انت بتحدث من 2008 تروح ل 2012 وبعد كده تحدث من 2012 تروح ل 2016 لو انت عاوز تعمل تحديثات، هو كل ده بيتعمل. فهتقول له جو اونلاين تون ستور ابديت، طبعا انت محتاج هنا يبقى في انترنت، الانترنت يبقى شغال. تمام، انا هو بيعمل سيرش وبيقول لك ايه كونكت ذا انترنت واي ويندوز انستول، يعني سيبه الانترنت شغال معاك حتى لو المكنه دي ما عليهاش، لو ما مش ما فيهاش مظبط فيها الانترنت حاول تظبط فيها الانترنت باي شكل، لان هو هيحتاج الانترنت. وبعد كده ايه خلاص بقى يعني اول ما يبدا عمليه الانستول هيبدا يحتاج مش هيبدا بقى يحتاج بقى الانترنت. بس يعني انت في مجرد يعني خلي الانترنت شغال معاك، مش هت يعني مش هتخسر حاجه يعني. تمام،
لو مفيش انترنت هو هيبدأ ايه يحصل ايه، هيقف معاك. طبعا هو بيعمل سيرش، طبعا بياخد وقت شوية. انا اهو بيقول لك انت بقى عاوز تنزل ايه؟ انا عاوز انزل ويندوز سيرفر 2012، بس هنزله جي او اي، مش محدش ينزل قوة، احنا خلاص عرفنا ازاي قوة، بس انا مش عايز جي او اي. اختار هنا جي او اي واقول نيكست. هنا بقى بعد ما تضغط نيكست تقول له اكسبت لايسنس نيكست. انت كنت الاول بتختار كاستم انستول ويندوز اونلي ادفانسد، لا ده احنا هنعمل ابجريد يحافظ بقى على كل اللي انا عملته، يحافظ على السكيما ماستر، ويحافظ على الانفراستراكشر، ويحافظ على اليوزر والبوليسيز وكل ده عليه زي ما هو، مش هنلعب في اي حاجه. كيب ذا فايل تمام. هيبدا هو يعمل ايه تشيك ايه على الجهاز ينفع ولا ما ينفعش. طبعا هنا هو هنا اوتوماتيك بيعمل لك ملف روبوت على الجهاز. هو هنا عشان بيقول لك اما تيجي تعمل هنا انستول، معلش هو بيكتب لك في الاخر you need to start to change the system file can made before continue، يعني انت معلش هتعمل كلوز وهتقفل وهتعمل ستارت للجهاز وتخش يوزر تاني وتخش تعمل نفس اللي احنا عملناه دلوقتي ده تاني. معلش فانت بتقول هنا ستارت وتقول له هنا ريستارت، وهنكتب هنا اي حاجه اوكي وندوس انتر. كل سنه وانتم طيبين. يبقى كده احنا عملنا ايه؟ انا نفذنا مجموعه امرين تمام في الكوماند، وبعد ما غير بقى نسطب قال لك لا معلش اعمل ستارت، انا محتاج تعمل لي ستارت. وبيديك روبوت على سطح المكتب، هو بيسيبه لك على الديسك توب وانت تبقى تقراها لو انت عاوز تقراها، مش عاوز تقراها انت حر تمام. طبعا هو دلوقتي بيخش على ويندوز سيرفر 2008، احنا لسه ما بدأناش في 2012، هيبدأ دلوقتي في 2012 وهنبدأ نشتغل. طبعا احنا بنستنى، انا هنحاول نوقف الفيديو عشان نوفر في الوقت عشان نخش ونبدا نقول تاني جديد، يعني بدل ما نقعد ايه نقعد نعيد ولا نوقف. تمام انا كده دخلت باليوزر ادمنستريتور خلاص، ونبدا بقى ايه ندخل تاني. هو طبعا المفروض هيفتح السيرفر مانجر دلوقتي، لسه فاتحه، لسه الشبكة اهو بتحمل كمان اهو نتورك في ناحية اليمين. هو لسه واقف شوية لأنه لسه بيحمل تمام. ريفرش اهو، طبعا هو دلوقتي حمل نتورك، المفروض دي بقى ايه يفتح السيرفر مانجر. لا حتى لو ما فتحش احنا هنفتح ماي كمبيوتر، مش عاوزين حاجة في السيرفر مانجر. هنفتح هنا بقى ايه، اضغط على الفولدر عشان يبدأ يظهر لي محتويات الجهاز. هو بقى يشغل بقى السيرفر مانجر زي ما هو عاوز. هنفتح هنا كمبيوتر، نفتح السي المكان اللي فيه السورس اللي هو ايه في الفولدر، المكان هو موجود فين على السي. دبل كليك على السيت اب، هيبدا عن سيت اب دلوقتي نفس الخطوات انستول ناو. هنبدا نعمل نفس الخطوات جو اونلاين تو انستول تو انستول ابديت،
طبعا هو بيعمل شيك اهو. هو بيعمل شيك على الانترنت ويبدأ يشتغل، ونبدأ بقى نشوف هيعمل ايه. هيبدأ المفروض يجيب لي بقى ويندوز سيرفر 4 ولا جي او اي. تمام، انا بس منتظر. انت عديت عليها، بس هو طلب مني ستارت، معلش نعمل ستارت لغاية ما يعمل ايه. وتتلاقي في معلومات تحت اهو بيعملها، بيعمل حاجة اسمها كوليكشن انفورميشن انستول ويندوز. احنا لسه في كوليكشن انفورميشن، فالكوليكشن دي بتقعد وقت بس. طبعا بيعتمد هنا على سرعة برضه النت، لو في انترنت بيبقى سريع. تمام، هنا بعد كده بيقول لك ايه، ويندوز ايه جي اي، وادوس نيكست. يا مسهل يا رب. طبعا انت جهازك بيبقى اسرع مني، لان انا حتى الجهاز بتاعي فيه مشكلة عاوز اشوفه ايه هي. اقول له I accept the license next، ونختار هنا الابجريد. محدش يختار قصة انستول ايه ويندوز اونلي، لا هنختار ابجريد. طبعا هنا ايه، هنا بعمل تشيك كومباتيبلتي، نشوف يعني موافق معايا ولا مش موافق. الويندوز سيرفر ده مش موافق بقى، بيشوف بقى الهاردوير، بيشوف السوفت وير، بيشوف كل حاجة. يعني عشان يبدأ ينزل ويندوز سيرفر ده ابجريد، لا اشوف مكوناتك لو قلت على لي كده ينفع ولا مينفعش. ينفع هيقول لك نيكس، ما ينفعش هيبقى خلاص. فهو ظهر لي هنا زرار بيقول لي ايه اعمل هنا نيكس، فبقول له نيكس. هيبدأ في عملية كوبينج ويندوز فايل، وهيبدأ يقعد يعمل كوليكتنج فايل اند سيتنج. كل ده هنسيبه ونرجع تاني. طبعا احنا الفيديو ده هنقف ونرجع، نقف ونرجع، بس دي الخطوة اللي هنقف بقى فيها عشان يبدأ يعمل اللي هو ايه انستول ويندوز، ونسيبه يعمل انستول ونرجع تاني. طبعا هو دلوقتي بيعمل جيتنج فايل ريدي، جيتنج فايل. وطبعا بيقول لك انت 1933 لغاية ما توصل 3000 ميجا بايت. انا حوالي 3 جيجا. هيقعد بقى يعمل جيتنج، يقعد ياخد ايه ملفات. هو دلوقتي مكتوب تحت ابجريتنج ويندوز، وهي يقول لك بليز ويت وهكذا. هنوقف طبعا الفيديو تاني لما عمال ما يخلص، بياخد وقت. طبعا هو عمل ريستارت مرة وكان بيحمل ملفات، وعمل ريستارت تاني. وطبعا ما بيجي يخش هو طبعا بيظهر لك كده ويندوز سيرفر 2012، او يظهر لك ابجريد وهو بيديك دقيقة. فانت سيبه زي ما هو يشتغل ويكمل عادي. يعني انا سايبه يكمل، يعني جيتنج ديفايس ريدي 65%. طبعا احنا لسه هنبدأ نخش على ويندوز سيرفر 2012، بس بعد ما يحمل ووصل 100% وبعد كده يعمل ستارت تاني وهكذا لغاية ما نوصل لويندوز سيرفر 2012. ما عليك بس الصبر، والموضوع ده ياخد منك حوالي ساعة بالظبط، ساعة. تمام، فاحنا مستمعين معاه لغاية دلوقتي. تمام، انا واقف وارجع تاني. تمام، هو هنا وصل. هو طبعا بيقول لك يوزر نيم وباسورد انكود، لان اليوزر ده انا محذوف. فادوس اوكي، هو هيدخلني دلوقتي على يوزر هاني. هاني ده خلاص انا حذفته، فانا هدخل على يوزر ادمنستريتور، واكتب العيد باك سلاش واكتب الادمنستريتور. تمام، وبعد كده هضغط هنا واكتب هنا الباسورد. تمام، وادخل هنا. انا كده عملت ايه ابجريد، ودلوقتي انا شغال على ويندوز سيرفر 2012 بنفس الاعدادات بتاعتي، بنفس كل حاجه، بنفس السكيما، بنفس الانفراستراكشر، بنفس البوليس، كل حاجه كل حاجه. انا بعمل له ايه
تمام، ادي ويندوز سيرفر 2012، تقدر بقى تشتغل عليه براحتك عادي، نفس كل حاجة زي ما هي، وتخش وتتعامل عادي والسيرفر مانجر، بس ويندوز سيرفر 2012. تمام، بيقول لك في حاجة تانية هنقولها بسرعة، بيقول لك في أمر هنكتب له الأمر اللي هو اد بريب دومين بريب، ده اللي احنا كتبناه. قال لك ممكن تطبق الأمر ده اد بريب جي بي بريب، جي بي اللي هو جروب بوليسي. هنا الأمر ده لو أنت عاوز تكتبه يا ريت تعمله، تمام؟ لا يعني افضل ليك، لو انا ايه عشان يعمل زي امان للبوليسي بتاعتك، يعني انت بعد ما تخلص تكتب الامر ده، تمام؟ مش بعد ما تخلص الحدوته، لا احنا دلوقتي مش فتحنا السي ام دي وكتبنا الامر ده، اخر حاجه دومين اهو، دومين دومين بريب وسقسف، هتقوم كاتب بعدها الامر الاخير ده دومين اد بريب دومين بريب باكسلاش جي بي بريب، عشان يقدر يعمل زي هولد للايه للبوليسيز اللي عندك. تمام، انا طبعا ما عملتهاش، فكنت انا سايبها للاخر يعني عشان اقولها لك كنوتس يعني، تمام، بس يعني ايه يعني مشيت في الموضوع عشان ما نقفش، فخلاص الامر ده تكتبه عشان البوليسيز بتاعتك بس، يعني ده بس اللي هتكتبه، نفس الامر يعني قبل ما تبدا عمليه الانستول اللي هي دي، تفتح بقى السي زي ما احنا فتحنا، مش احنا فتحنا هنا اللي هو السي، تمام، واحنا قلنا هنا وسيرفر 2012 وقلت له هنا السيت اب، قبل ما تضغط سيت اب تفتح بقى الكوماند بتاعتك العادية بتاعتك سي ام دي، تمام، ده انت كل ده على ويندوز سيرفر 2008، تمام، وتكتب الامر الاخير اللي انا قلت لك عليه، تمام، هو طبعا انت ايه انا بس بقولهولك عشان تبقى فاهم الليله دي ماشيه ازاي، هنقول سي دي سبورت ماشي، سي دي سبورت، لا سي دي ويندوز سيرفر او سيرفر 2012، وبعد كده ما في سيرفر 2012 برضو ولا ايه؟ اه سيرفر دي غلط، وبعد كده سي دي سبورت، وبعد كده هنقول سي دي دي كان اسمه ايه الفولدر عشان بنساه بسرعة، سبورت اهو اي دي بريب اي سي دي مسافة اي دي بريب، تمام، وبعد كده في الاخر خالص تقوم كاتب بقى الأمر ده، تاخده كده يا خوبي عشان البروسيس بتاعتك، احنا المفروض كنا نعملها بس يعني ممكن ايه يعني انا نسيتها، انت تعملها انت وانت بتشتغل تنبيه ليك يعني، تمام، خلاص، وتقوم دايس انت، هو هيبدأ يعمل البروسيس بتاعتك الجو بوليسي، خلاص واضحة كده، يعني انت كنت تعملها عشان تحافظ على البوليسز بتاعتك زيادة تأكيد يعني، فعشان كده قلت لك سيبنا في الايه يعني، لو انت حتى بتتابع الفيديو تابع الفيديو من اوله لاخره عشان تبقى فاهم اللي انا ماشي ازاي، جميل، تمام، طبعا الـ يعني الموضوع شيق ولذيذ وسهل اوي جدا، وانت دخلت دلوقتي شغال على ويندوز سيرفر 2012، والموضوع لذيذ جدا وسهل اهو، وتقدر تكمل عادي، خلاص،
وضحت لك طبعا مشروعكم. قبل ما نشكركم في نقطة، لو انت عاوز تعمل انستول دومين كنترول عن طريق ويندوز سيرفر، بيستخدم حاجة اسمها دي سي برومو ان وانت مش عارف ايه الملف، اسم الملف ده، لو انت عاوز تعمل تسطب الدي سي اللي هو الدومين كنترول. بس يفضل الدومين كنترول ده فيما بعد بقى، يعني لو عندي وقت ممكن نعمل له دومين كنترول على الويندوز كور، على ويندوز سيرفر كور. تمام، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.